السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا الكرام، أخباركم إيه؟ فيديو النهاردة ريفيو عن حاجة جميلة جدا جدا جدا، يعني ما بنستغناش عنها لا في أي بيت ولا في أي مكان ولا في أي محل ولا في أي مكان أنت اتوجدت فيه مش هتستغنى عنه، اللي هو إيه؟ كشاف الطوارئ. طبعا مع أزمة بعض الأوقات اللي بيفصل فيها التيار الكهربائي أو الكهرباء بتقطع أو كده، فلو مفيش عندك كشاف طوارئ في البيت وكشاف الموبايل بتاعك فيه مشكلة أو حاجة، وطبعا مش هيكون الاعتماد كله على كشاف الموبايل، فطبعا إيه، كشاف الطوارئ ده حاجة جميلة جدا جدا جدا. الكشاف اللي معانا النهاردة منتج اسمه كويست. منتج كويست ده يعني مع انه صناعة صينية لكن استخدامه جميل جدا وبيقعد فترة طويلة جدا في استخدامه، لانه بيستخدم حاجة اسمها الالياف الضوئية. شوف بس الاول مع بعض شكل الجهاز وبعد كده نتكلم على امكانياته. شكل الجهاز بيجي بالشكل ده كده، بيجي معاه وصلة للشاحن بتاعته، بتتوصل بيه وتتوصل في الكهرباء علشان تشحن الجهاز. بيجي معاها كمان ضمان من شركة كويست لمدة سنة. الجهاز اللي معانا ده دلوقتي الامكانيات بتاعته، بالاضافة لانه زي ما قلت لكم كشاف طوارئ له استخدامات تانية، بس الاول انا عايز اوريكم ايه المميزات اللي فيه. طبعا زي ما قلت لكم الكشاف بيجي بالشكل ده كده، وفي امكانيه ان هو ممكن يتعلق في مكان للتعليق وممكن يتحط عادي على المكتب او على اي رف في البيت عندك. بيجي في زرار بالشكل ده كده عامل زي زرار اللي بيعلي ويوطي الصوت، بس ده بيعلي ويوطي الاضاءه. لو لاحظنا بيعلي ويوطي الاضاءه، ملاحظين؟ يعني انا دلوقتي لو فصلت الاضاءه اللي في المكان هنا هتشوفوا الإضاءة بتاعته هتكون عاملة ازاي. يعني أنا دلوقتي كده شغال على الإضاءة بتاعة الكشاف، مع العلم كمان أهو، مع العلم كمان إن قلت لكم الإضاءة بتاعته بتعلى، شايفين بتعلى لدرجة بالشكل ده كده. الكشاف زي ما قلت لكم بيعمل بالألياف الضوئية. طبعا الألياف الضوئية ديت بتطول من فترة وجود الإضاءة في المكان. طبعا بس هنور النور بالشكل ده كده اهو، الإضاءة بتعلى وبتوطى زي ما قلت لكم دلوقتي، وقلت لكم ان هو بيعمل بالألياف الضوئية. الألياف الضوئية ديت بتقعد فترة أطول للإضاءة. عن تجربة شخصية جربت الجهاز ده بيقعد أكتر من 12 ساعة متواصلين شغال، بجد والله بيقعد اكتر من 12 ساعة شغال. طبعا الاضاءة يعني في نهاية ال 12 ساعة بتبقى الاضاءة بالشكل ده كده، يعني هو طبعا الاضاءة زي ما احنا شايفين بتكون عالية كده، لكن مع نهاية ال 12 ساعة بتكون الاضاءة بالشكل ده كده. طبعا علشان ايه؟ للامانة يعني. طبعا لو بالشكل ده كده في ظل عتمة الضلمة طبعا يعني مش وحش، ومين فين النور اللي هيفضل فاصل 12 ساعة متصلين يعني. تمام، دي جزئية. زي ما وضحت لكم بتيجي معاها وصلة بالشكل ده كده علشان تتوصل بيها وتتوصل في الكهرباء. طبعا انت بتكون مشغله، اول ما بتوصل للمصدر الكهربائي الاضاءة ديت بتفصل وبتشتغل اوتوماتيك. يعني انت طول ما التيار الكهربائي شغال اللمبة ديت بتكون فاصلة، اول لما التيار الكهربائي بيفصل اللمبة ديت بتشتغل اوتوماتيك. طيب ايه الميزه الثانيه بقى اللي موجوده في كشاف الطوارئ بتاعنا النهارده؟ لو بصينا هنا كده هنلاقي في مكان اليو اس بي. طيب اليو اس بي دوت ممكن يشتغل كباور بانك، يعني تجربه عمليه. لو احنا معانا موبايل دلوقتي وصل يو اس بي او وصل شاحن ووصلناها في الكشاف بالشكل ده كده، وصلت اليو اس بي ووصلناها في الموبايل بالشكل ده كده، عايز اقرب لكم
الموبايل علشان تشوفه معايا. بصوا اهو كشاف اهو، والوصله اهي اهي، شايفين الوصله اهي، بصوا معايا تابعوا معايا كده ولاحظوا اهو، شايفين اهو، ملاحظين معايا اهو اشتغل الشاحن. نجرب تاني علشان بس ايه نأكد التجربة اهو اهو. تمام، ديت ميزة من ضمن المميزات اللي موجودة في كشاف الطوارئ بتاعنا النهاردة. الكشاف دوت بيجي زي ما قلت من شركة كويست، ضمان لمدة سنة. سعر الكشاف دوت بصراحة بالنسبة لإمكانياته والاستخدامه سعر لا يقارن، سعره 250 جنيه، سعره 250 جنيه، بجد حاجة جميلة جدا ومنتج يعني فعلا قمة الروعة، يعني من وجهة نظري أنا منتج قمة الروعة. طبعا الجهاز ده أنا جبته وجربته، فطبعا علشان عجبني ولقيت ان هو حاجة جميلة جدا واستخدامه رائع جدا، علشان كده حبيت ان انا اعرضه لكم واعمله ريفيو ليكم، لانه فعلا يستحق عن جدارة، جهاز محترم جدا جدا جدا. طبعا ده كان فيديو النهاردة، وده كان الريفيو بتاعنا النهاردة على كشاف الطوارئ كويست الجميل الرائع ده. في نهاية الفيديو بشكركم جدا، يا رب يكون الفيديو عجبكم، في انتظار كومنتاتكم وتعليقاتكم واعجابكم بالفيديو وشير للفيديو علشان اكبر عدد من الاصدقاء يستفيد معانا. ولو الفيديو عجبك منتظر اشتراكك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وفي النهاية تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.